أن يعني حضور الموسيقي يوم أمس يضيف للاحتفال نكهة مميزة، عزفوا وغنوا الانتصار في معظم المدن السورية وتركوا بصمة تنبئ بحضور رائع في الأرجاء، أرجاء الفرقة السيمفونية الوطنية السورية يلي شاركت امبارح بحفل احتفال قلعة حلب بذكرى عيد الجلاء وبمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنا البطل. يعني أريش كانت هي المشاركة ملأة الحب برفقة مغنية السوبرانا السورية السويسرية سمية الحلاق يلي غنت بأهم وأعظم دور الأوبرا في العالم، واليوم هن معنا المايسترو ميساك باكبودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وأيضا المغنية السوبرانو سمية الحلاق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وشكرا. شكرا. شكرا لكم موجودين بهذا المكان. شكرا لكم على الحفل اللي قدمته امبارح. ميرسي. انا اسمي سمية حلا بس مو ال اوكي يعني غير شيء. نعتذر هذا عفوا لانه الاحرى. اهلا وسهلا فيكم ضمن صباحنا غير لليوم من قلعه حلب. يعني ماسترو امبارح كانت اجواء رائعه بالحفل، شفنا تفاعل كثير كبير للجمهور، خبرنا كيف كانت التحضيرات؟ هلا بصراحه بالبدايه وقت اجت الفكره انه يكون في فعاليه بقلعه حلب كان في مسؤوليه كثير كبيره، لانه بعد كل هالسنين الحرب، سنين من الصمود بحلب، كان ضروري يكون في حفله بتلخص هي الفتره اللي عاشتها حلب وترجع لحلب الرونق اللي كانت فيه قبل الحرب. فبالتالي هذا كان كثير مهم، انه كيف نفكر بالبرنامج، كيف نفكر بتتابع المقطوعات، شو الاشخاص اللي راح يكونوا موجودين، شو المقطوعات اللي راح يكونوا موجودين. فنحن كفرقه سيمفونيه وطنيه رسالتنا كانت انه نحن بنقدم موسيقى عالميه، عشان هيك كان في فقره اللي هي اوبرا مع الانسة سمية، وكان في الاغاني الوطنيه، وحبينا يكونوا معنا كورالات من حلب اللي خلال الحرب هن كملوا عمل وضلوا عم يتمرنوا وعم يشتغلوا بالرغم من كل التهديدات، من كل الصعوبات، كملوا عملهم لحتى تستمر الثقافة وتستمر الموسيقى بحلب. فإجت الفكرة أنهم يشاركوا معنا، يكونوا موجودين لحتى هن يحسوا كمان بالفرحة وهي يعني تقدير معنوي للشيء اللي عملوه خلال السنوات هاي. لأنه عن جد شو ما قدمنا لهم للكورالات للأشخاص هدول صعب أن تكون مكافأة صح. فبتخيل امبارح حسوا بالعزة هاي، حسوا بالتضحيات اللي عملوها انه جابت نتيجة وكانوا على المسرح عم بيقدموا هذا الشيء لسوريا كلها. كمان مثل ما ذكرت حضرتك هن كثير ضحوا، كانوا عم يغنوا دائما لمدينتهم وبكفي صمودهم وقعدتهم بهي المدينة لحتى يدافعوا عنا بالصمود. سمية كيف لقيتي حلب وكيف كانت امبارح الحفلة؟ حبيتي الحفل؟ حبيتي تفاعل الجمهور؟ أنا حبيت كثير ولأنه هي مدينتي، مدينة الأحلي، ويعني هاي أرضي ويعني شجري، أنا هون أنا هون بالبيت. وكانت كتير حلو يعني هاي الحياة والحب مشان حلب، وإن شاء الله بيرجع مثل قبل إن شاء الله. رجعت إن شاء الله هيك عملت الواحد اثنين ثلاثة حلب وحياة مشان 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 ايش؟ اضفتي جو مميز عبر صوتك وايضا بتفاعل الجمهور معك. نحن رح نسمع مقطع من حفل امبارح ونرجع نكفي حديثنا معكم. Refuser rien, fais-moi la sous-prière.
si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. مايسترو، شفنا مقطع من الحفل امبارح اللي انتم كمان بمشاركه الانسه سميه. دائما الفرقه السيمفونيه وين عم يكون في انتصار عم تروح، ويمكن تحيي حفل شفناكم بمدينه تدمر بعد انتصارات تدمر، احييتوا حفل، وهلا كمان بمدينه حلب. حلب يعني عم ترجع للروح، بدنا نقول يعني رجعت لها ان شاء الله للروح. قديش المهم بزمن الانتصارات الموسيقى تكون موجوده؟ نحن وقت نحكي عن حرب، للأسف الحرب اللي عم تيجي سوريا هي مو حرب فقط حرب أسلحة، هي حرب ثقافة، حرب حضارة، حرب ثقافة الموت والإرهاب اللي عم تحارب ثقافة الحياة والفن. فالجواب عم يكون عن طريق الفن، وهذا كان جوابنا لداعش، على نفس المسرح اللي قتلوا جنودنا، على نفس المسرح اللي نشروا الإرهاب والموت، نحن عملنا موسيقى فن لنقول نحن أولاد الثقافة والحضارة. قالت حلب نفس الشيء، هذا التاريخ العريق اللي نحن عنا اياه من اوغاريت، من التدوين الموسيقي لكل شيء عم نحكي، نحن احفاده هلا، وبالتالي نحن لازم نكمل هذا الطريق عن طريق الثقافه وعن طريق الموسيقى. فبالتالي وجود الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه باي مكان فيه انتصار، وانتصار للحياه، انتصار للثقافه، للفن وللحب كمان. بالتأكيد. وبالتالي حتى مبارح الاريا تبع اوبرا عايده اللي نحن اخترناها كمان لها معنى، كمان لانه هي عم تقول الاميره عم بتقول لابوها عد منتصرا. فحتى بالموسيقى نحن بنقدر نحكي كثير كلمات ونعبر عن شيء اللي بدنا اياه بمقطوعات موسيقيه نختارها بالمناسبه. وهذا كان سبب تفاعل الجمهور مبارح. يعني الجمهور وقت قال انا سوري ارضي عربيه، هذا الفخر اللي حسوه هن انه نحن سوريين، رئاتك بالعليا سوريا، سوريا حبيبتي. بالاغاني نحن فينا نوصل لعواطف الناس ونعمل كتله وحده، وهذا سحر الموسيقى. سوبرانو سميه، يعني امبارح شفنا اطلالتك مع الاطفال ومع الكورال، خبرينا اليوم اختيارك لهذا البرنامج وللاطفال ومشاركتهم معك. انا بشتغل معهم بالمريمين ازرق، اخو مريمين، والبرنامج اسمه 1 2 3 أمل حب حياة مشان السلام. وبعمل مع الأطفال لأنه هن المستقبل السورية، بعمل تمارين التنفس، تمارين جسم، ومع الغناء روحهم صير أحسن. هن ما بيفكر عن المشاكل، وبشان حياة بشان بكرة كتير كتير المهم تشتغل مع الجسم
مع بلا الراس يعني بلا الفكر وبلا وكل مشاكل بيروح برا روح. كثير جميلة البداية دائما مع الأطفال لأنه يمكن هن بدهم يبنوا المستقبل وهن رح يكونوا أساس للمستقبل فلازم نبدأ نحن من هلا نشتغل مع الأطفال. شفنا امبارح كانوا كثير مبسوطين وعملوا جو على المسرح وكان بس كان أول مرة بشانون وأول مرة بيغني يعني كانت شيء كبيرة و أنا بعرف المستقبل بيصير مع الأولاد مشان بكرة يعني لسوريا كثير يعني المستقبل أطفال سوريا كثير 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 المهم أيو lavoro con loro anche con delle tecniche psicoenergetiche così possono passare fare atto di resilienza nella loro vita per andare con la guerra e non essere impedito dalla guerra perché sono nati nella guerra. وهي عم تستعمل معهم تقنيات تعتمد على الجانب النفسي كمان للاطفال. هذا امر كثير مهم لانه هدول الاطفال هم عانوا الحرب فبالتالي لحتى الحرب ما تكون شيء عائق بالنسبه لهم للمستقبل لحتى هم يتجاوزوا هاي المرحله يتجاوزوا التراكمات تبع الحرب جواتهم لحتى حياتهم تكون احلى وحياتها تكون احسن. يمكن هذا الاهم اليوم بالتعامل مع الاطفال هو يمكن العامل النفسي لهم ترجع الطفوله تنضج فيهم من جديد. Sì, credo che ho capito. Che è più importante lavorare con i bambini sul lato morale, psicologico, per farli vivere anche la loro infanzia. E ma al Mariamin Azra ne abbiamo un shighal ktir ktir el muhim u bi Halab amalt ktir yani shighal kaman bash ana bashtaghal ma al niswan u kaman ma al atfal kbire e ma al ahali u بس انا يعني انا هون بس عشان per dire io sono qua vi ascolto e vi aiuto e assieme possiamo oltrepassare questa questa crisi che non è nostra. لا وهي موجوده هون لحتى تقول انا عم بسمعكم وانا رح ساعدكم ونحن مع بعض لحتى نقدر مع بعض نتجاوز هي الازمه ونتجاوز هي التراكمات اللي بقيت وتصير حياتنا مختلفه. وليش عملت 1 2 3 حياه لانه الجسم بفهم شيء يعني هي عملت هي الحركه 1 2 3 حياه مثل تفريغ تفريغ للجسم بصير اكل الجسم بصير اكثر حر. فينا نسمع مقطع صغير من يلي قدمتيه امبارح؟ Puoi cantare qualcosa che hai cantato ieri? كثير بكير بس صعب. Non credi a mirarti si presto istinto بس بكير بدنا بدنا اوركسترا بدنا شغل جسم بدنا اكثر نوم اكثر نوم. الله يعطيك العافيه امبارح مع العازفين اكيد طبعا بده جمهور كمان هذا كان سحر امبارح تماما يعني بسرعه قصوى يعني قدمته هيك حفل طائل انوجدت بالمكان يعني نو اي بوي era un miracolo di fare le cose all'aperto non è يعني sab يعني اذا بغني برا صعب اكثر من يعني الغناء بالهواء الطلق صحيح كثير صعب كثير صعب الغناء بمكان بمسرح يعني بالعاده في دار الاوبرا دائما هو اللي يمكن بيصير هذا النوع بعدين يعني هون القلعه اثريه وما انا مجهزه لتكون تقنيا يعني للمواضيع فكان في تحديات كثير تفضل. بس انا بشكر كل مدينه وبشكركم كمان كل مدينه حلب لانه هن يعني كانت كثير مشاكل وفي انا شفت هون كثير امل وكثير حياه وكثير حب عشان حلب وشكرا للعالم من حلب هي
اخي يعني يعني اكيد سمي فراتيلي يعني الاخوه تبعك. شكرا لك كمان ايضا للشيء اللي قدمتيه امبارح، فعلا هيك اضفتي الروح والحب والحياه لكل يلي كانوا عم يحضروكي مايسترو حلب كسيمفوني. الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه عند برنامج السنوي فهلا رح نرجع على الشام ونبلش تدريبات لبرنامج لحفلاتنا ولازم تمام. بالصيف يكون عندنا شيء بدمشق كمان اكيد. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق ونورتوا صباحنا. شكرا كثير. شكرا لكم وشكرا لكل عن جد الكوادر اللي اشتغلت بهذا المشروع بهالفعاليه هي. يعني اول شيء شكرا للرعايه الكريمه من السيد الرئيس لانه هذا كثير مهم انه يكون في رعايه ساميه لهيك فعاليه، وكل الكوادر من تقنيين وعمال لانه عن جد كانوا خمس ايام كثير صعبين للكل. بالتاكيد الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لكم. شكرا لكم كمان. شكرا كثير.